تعريف الاغتصاب في القانون المصري هو مواقعة أنثى دون رضاها عن طريق إدخال عضو التسكين في المحل الطبيعي لعضو تأنيث المرأة، ولا يعد من قبيل الاغتصاب إدخال شخص إصبعه أو أي شيء آخر في عضو تأنيث المرأة دون رضاها، وإن كان الفعل يعاقب عليه بوصف هتك عرض. المادة 267 من قانون العقوبات المصري. لا مش بس كده، بتعرفوا انه في الفترة من نوفمبر 2012 ليوليو 2013 حصد اكتر من 250 حالة اعتداء جنسي جماعي، ومنهم اغتصاب جماعي بالصوابع والالات الحادة. الاغتصاب ممكن يحصل عن طريق الفم والشرج، لان الاغتصاب هو كل فعل نشأ عنه ايلاج او اجبار على الايلاج، سواء كان بالاعضاء الجنسية او غيرها او باي اداة اخرى، مهما كان الإيلاج طفيفا ضد المجني عليها أو عليه، سواء كان ذكر أو أنثى بغير رضاها أو رضاها. في القانون المصري هتك العرض كل تعد منافي للآداب إلى درجة الفحش يقع مباشرة على جسم أو عرض شخص آخر، ولا يشترط حدوث الوقاعة. المادة 268 من قانون العقوبات المصري برضو. لا مفيش حاجة اسمها هتك عرض أو خدش حياة أو تحريض على الفسق. في حاجة اسمها اعتداء جنسي وتحرش، وجريمة الاعتداء الجنسي هو كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو إنك تحط من جنس المجني عليها أو عليه، يستطيل إلى جسدها أو جسده بغير رضاها أو رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، واللي هو بالمناسبة مش موجود في القانون المصري. التحرش الجنسي هو أي قول أو أي فعل أو أي إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الطريق أو في الأماكن العامة أو الخاصة أو عبر الهاتف أو الإنترنت أو غيرها من الوسائل ضد المجني عليه، سواء كان ذكر أو أنثى. شفتوا بقى إن في مفاهيم ومصطلحات كتيرة عن جرائم العنف الجنسي ضد النساء محتاجين نعيد تفكير فيها وإيه معناها بالظبط، وهي مش موجودة ضمن حقوقنا المكفولة في القانون، وإن ده بيضيع حقوقنا. صلحها في دماغك عشان في حاجات ممكن يكون فاهمينها غلط.